نعم شكرا. أعتقد اليوم علينا خصوصا بعد ما حصلت التسريبات لحديث وزير الخارجية الإيراني ظريف حول إشكالية العلاقة أو جدلية العلاقة بين الدبلوماسية الإيرانية وبين التيار الحرس الثوري الإيراني والحرب والأزمات والتيار المتشدد تحديدا، نفهم اليوم تماما أن التعامل مع إيران هو بالأساس تعامل معقد. الولايات المتحدة الأمريكية تذهب باتجاه حلول دبلوماسية، تذهب باتجاه تشجيع التيار المعتدل لروحاني لظريف وللحكومة الإيرانية نحو الانفتاح على الجهود الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية والعودة إلى ملف المفاوضات في برنامج الملف النووي الإيراني وقبول إيران بتقديم تنازلات تشكل ضمانات للأمن لدول الجوار الخليج العربي الشرق الأوسط، وأيضا ضمانات للاتحاد الأوروبي بسبب وجود شكوك كبيرة حول برامج الصواريخ الطائرات المسيرة وأيضا الاستراتيجية التوسعية والتي تشكل تدخل في الشؤون السيادية للدول واللي يقودها ويمثلها ويجسدها الحرس الثوري الإيراني.